سامح فنان استعراضي. فكرة اليونيسايكل فكرة جميلة جدا ومنها رياضة، منها فن، منها شو، منها توازن، يعني بيخليك كده حاجة فن كده في الشارع، بتصنع روح بهجة. داخل على 10 سنين او اكتر كمان باليونيسايكل، دربت عليها كويس جدا ووصلت لدرجة يعني الحمد لله كويس. انا بدأت لان انا شفت القصة دي على اليوتيوب، شفت الفيديوهات وعجبني الشو، عجبني اللعبة، عجبني الاحتراف بتاعهم، الاستعراض بتاعهم، فانا قلت لا، لازم اصنع ده في مصر، يعني لازم يبقى في مصر في اللعبة دي متواجدة، انا عايز الناس تقلدني تعمل وتلعب، عايز الحاجة دي تنتشر لان دي حاجة جميلة جدا وفيها رياضة وفيها كده حاجة من البهجة. الصعوبات اللي قابلتني لاني انا كنت بدون معلم اتدربت عليها، فحصل معايا حاجات انا ما كانش المفروض ان انا اشوفها، يعني اللي هو اتخبطت كتير وما كنتش عارف اخطاء دي هيحصل ايه، او ان انا ابدا كده ولا ابدا كده، ولا ابتدي انهي حركه الاول، ابتدي انهي تراك الاول، فكان الموضوع بالنسبه لي كان صعب جدا. مواصفات العجله الاحاديه طبعا عباره عن كفتين، الكرانك، الافيز اللي بيمسك الرمان بيلي اللي على الاكس اللي ماسك العجله، طبعا الاكس ثابت في الرمان بيلي وثابت في الكادر ده بتاع الكرانك، والطاره العاديه تمام بجيبها وبفرغ القلب اللي جواها وبعمل انا قلب كامل انا بصنعه بيديا، وبيدخل فيه خراطه، بعمل له خراطه والكلام ده، في حاجات كتير قوي برضو. الفرش نفسه انا بصنعه بمقاسات معينه بارتفاعات معينه عشان يبقى متاح ليا احط جميع المقاسات بتاعه التخانه بتاعه العجله، الكاوتش نفسه عامل حساب الكلام ده. الكرسي نفسه بصنعه صناعه تمام، طبعا هو الكرسي اللي في العجله دلوقتي ده هو من بره، في كذا عجله، انا معايا 7 عجلات، الحاجات دي انا بصنعها بنفسي. اول مره ركبت فيها العجله كان موقف كوميدي جدا بصراحه، لان انا كنت حاسس باحساس عمر ما شفته في حياتي، يعني الحركة بتاعتها، السنز بتاعها، ما كنتش عارفه ازاي ان انا اطلع ولا امشي ولا ارجع، ولا هي اصلا ما مرجحاني. يعني انا كتير قوي بجيب ناس من الشارع تجرب وتجرب وتحاول تركب العجلة وبتحاول تعمل اتزان، مفيش، ببقى مساعدها كويس جدا وببقى ماسك الناس كويس جدا، برضو بتقع منها لان هو عشان اول مرة، هي دي الصورة اللي اول مرة كنت انا اركب فيها العجله، كان هي دي. مواقف كوميديه كتير، يعني في مره كنت ماشي وورا عربيه عادي، وهي العربيه هاديه اصلا، فما كنتش عامل حساب موضوع ان انا اعمل كنترول لنفسي ان انا اوقف مره واحده والكلام ده، لان انا ما كنتش متوقع برضو ان هو هيقف اصلا، فطبعا رحت لابس في العربيه. مرات كنت ماشي بيها بالعجله قابلني مطب، انا كنت فاكر ان المطب ده عادي ان انا اعديه وهمشي بيه عادي، هو مسافة بس من اول ما بداية كده رحت انا معدي المطب والعجلة لسه قبل المطب، فالدنيا كانت فيه كده حتة من الجوك معايا. في الاول كان ردود الناس كانت فيه اكترهم كانت سلبية، اللي هو ايه، عشان اول مرة يشوفوا الحاجة دي في مصر يعني، او تنتشر، او ان هي الناس حد يشوف واحد ماشي بعجلة واحدة، كان فيه كده حاجات سلبيات كتير قوي، انت ايه اللي بتعمله، انت كبير على الكلام ده، دي بتاعت ناس صغيرين، رغم ان هي بتاعت ناس كبار اصلا، يعني العجلة تشوفها صغيرة بس هي بتاعت ناس كبيره، لازم تبقى حد فاهم، لازم حد يبقى عنده اعصاب كويسه، حد جسمه كويس يعرف يقاوم مع اليوني سايكل او التدريب عليها. فكنت باخد امور سلبيه كتير قوي في البدايه، مش عارفين ايه يوني سايكل، ايه اللي عجله واحده، مش عارفين بقى ان دي اصلا دي لعبه. في ناس كتير قوي ما كانتش عارفه الموضوع ده، عرفته مني وعرفته من السيرك برضو، يعني هي دي لعبه سيرك اصلا بالنسبه لي انا كان حلو. لا دلوقتي الوضع اختلف تماما 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 معايا، بقى لي 10 سنين خبره بسوق عجل كبير صغير اطوال، معايا مقاسات كتير، معايا 7 عجلات في البيت، فالدنيا عندي بقت خلاص، يعني انا محترف فعلا عليها، إن واثق من نفسي كويس قوي، يعني انا دلوقتي لو بجري مره واحده عندي كنترول ان انا اقف مره واحده، عندي ان انا كنترول ان انا ابقى ماشي والف مره واحده وارجع بظهري. دلوقتي ردود افعال الناس ايجابيه كلها الحمد لله، يعني نفسي اوصل واوصل، نفسي اوصل برضو البهجه للناس، يعني دي لعبه مريحه جدا، فيها فن، فيها انك انت روح حلوه، انك انت تبقى ماشي بالشارع اللي قدامك ده بيضحك ويهزر، وبطلع حاجات خيريه كتير، بحب انا ان انا اقدم في الحاجات دي خدمه، وانا ببقى فرحان جدا بالنسبه للحته دي. انا دايما مع جروبات كتير بنطلع الحاجات الخيريه دي كتير قوي، ولو حد عنده الحاجات دي انا عندي استعداد، ما عنديش اي مشكله بروحها، وطبعا اكيد بدون مقابل، ما باخدش من حد حاجه، بس على قد ان انا ببقى فرحان جدا وبسعد ناس كتير جدا محتاجه الفرحه،
وبلبس كلاون وبوصل لدرجة أكني طفل صغير بيلعب عشان أوصل البهجة للناس وأوصل الفرحة للناس. فهي بالنسبة لي حاجة أنا مريحاني نفسيا، حتى في اللعبة نفسها شكلها حلو. أنت بتعمل رياضة، بعمل لعبة شريفة، لعبة ما فيهاش إن حد مثلا ممكن ينتقدني ويقول لي هو إيه اللي أنت بتعمله، لا أنا بلعب رياضة. We'll be right back.